شهرين قبل أكثر من شهرين ودعنا إنسان كريم من عيلة كريمة الشيخ عوض الله يرحمه. كان مربي، كان رئيس ورجل إصلاح. إذا اليوم إحنا بنحكي على تطور وازدهار هاي البلد، فيش أدنى شك إنه الشيخ عوض الحمد لله أسهمه كبيرة. ممكن أنت تزور التاريخ بس تقدرش تغيره. فإذا إحنا نتباهى في تاريخ هاي البلد فللمرحوم إله كان حصة كبيرة. بلدية سخنين الحمد لله فيش عنا لا إتلاف ولا معارضة، الكل بلدية سخنين موحدة في كامل أعضائها، وسخنين موحدة قررت إنه تكرم المرحوم أبو فيصل. ومن اليوم من الأول من أيلول رح يكون اسم مدرسة البيان على اسم المعوض خليل. كيف احنا كرمنا في الماضي المرحوم بجمال طرابيه، بنكرم اليوم الشيخ عوض. وهي رساله مننا ولاصغارنا انه كل انسان معطاء وبيخدم هاي البلد وبيعطيها المفروض انه يكرم. علشان هيك احنا بنشوف اليوم الكل واقفين هون عشان نكرم رئيس اللي خدم سخنين، خدم الصغير والكبير، وعلشان هيك الكل حبوه من صغارنا ومن كبارنا. طبيعي لمن احنا قررنا نسمي اكبر صرح تربوي ثقافي على اسم المرحوم ابو فيصل، فان دل على شيء دل انه هذا الانسان خلق كبير واترك وراه ارث كبير اللي هو الابناء والاحفاد. طبيعي في هذا الموقف ما ننساش عم ثاني اللي هو ابو مازن الله يرحمه، اللي كان ممثلنا في الكنيسة الاسرائيلي، كان مربي، كان نقابي، اللي اعطى كثير لسخنين. فبهاي الفرصة برضو الله يرحمه، ودائما رح نتذكر الناس المعطائين بالخير. فباسم كل أهل سخنين الموحدة بنقول الله يرحم فقيدنا الغالي أبو فيصل، دائما رح نتذكره بالخير. ووقوفنا هون وتسمية هذا الصرح التربوي والثقافي على اسمه، هذا بدل على عطائه، على انتمائه، وقديش كان مخلص ومحب لهي البلد. فباسمكم جميعا نقرأ الفاتحة على روح شيخنا أبو فيصل، ومن ثم إن شاء الله اللي بيحب يحكي بيحكي، وبدنا نزيل الستارة عن اسم المدرسة اللي من اليوم رح تكون مدرسة المرحوم أبو فيصل. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله العظيم. شرف عظيم لإلي كابن لعيلة الخلايلي وكمدير لمدرسة البيان الثانوية أن تسمى المدرسة على اسم المرحوم الشيخ عوض خلايلي أبو فيصل. ربطتني فيه علاقة كثير وطيدة في حياته، كان علم من أعلام هذه المنطقة، وأظن أقل ما يمكن أن يكرم بأن تسمى مدرسة ثانوية على اسمه، فرحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. وشكرا. بارك الله فيك. تفضل اخوان، ابو مكرم تفضل. ابو مكرم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اليوم احنا بنشكر مع هذه الوجوه الفاضله الطيبه الكريمه لتخليد ذكرى ابن سخنين البار، والتي كانت تجري في عروقه محبه هذا البلد واهله. فتخليدنا لذكرى سوف يطلق اسم مدرسة البيان على اسم الشيخ عوض. طبعا سخنين ملأ بالرجال، والرجال الأصيلين هم الذين يخلدون ذكرى الرجال العظماء. في مقولة بتقول إن الرجال قليلون، ولكن أنت يا أبو محمد يا مازن غنايم مع الكوكبة ومع كل الموجودين هون غيرت هذه المقولة. وفي سخنين الرجال كثر والرجال كثيرون. طبعا احنا بنقدم كل الشكر لرئيس بلدية سخنين، للأعضاء جميعا، للنواب، لموظفي بلدية سخنين. وانا حكيت انه انتم رجال، والرجال هم الذين يخلدون عظماء رجالهم. بارك الله فيكم، أجرك الله، وإن شاء الله تبقوا بخور لسخنين وللمنطقة ولأهل سخنين. طبعاً مدرسة البيان
اللي إسا أنا بدي أقول وأتجرأ وأقول أنا أصبحت مدرسة الشيخ عوض، إحنا أولا نتمنى التوفيق لطلابها، لمعلميها، لمعلماتها، لمديرها، لإدارتها، وإن شاء الله تبقى هذه المدرسة صرح ثقافي وعلمي، تستمر في حمل شعلة النور بالثقافة والتعليم. بارك الله فيكم جميعا، والله قدرنا على ما أبوك. يعطيك العافية. أبو الله يرحمه. أنت حكيت عن الكل، نسيت الثلاثة. إحنا راحين نقعد مع مدير المدرسة، مع إدارة المدرسة، ونشوف في إيش في شوية نواقص، وإحنا راحين نتبرع للمدرسة تقديرا للجهود اللي تبذلوا فيها، وبارك الله فيك. بارك الله فيك. يعني يا أستاذ عفيف، حملك كبير. زمان يعني المعدل كان 75%، هسه ما عدناش نستكفي ب 75%، فبنطلب منك ان شاء الله في السنه القادمه يكون المعدل اكثر من 80%. ويعطيك العافيه انت وكل اعضاء الهيئه التدريسيه على جهودكم، مشكورين. حكى ابو مهند، حكى باسم الاعضاء واسم بلديه سخنين، هذا سعد عن الكل. نسمعك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب اخوان، اللي بحب يحكي شادي، اللي بحب يحكي تفضلوا.